لو الحكاية فيها إن فيتو وليد الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، والنهاردة مواليد الدلو هيكون عندهم رغبة في التطور أكتر وعندهم إرادة حديدية تساعدهم كتير ان هم يوصلوا لأهدافهم. كمان مواليد الدلو النهاردة عندهم علاقات موفقة، يقدروا يوطدوا علاقتهم بالناس اللي حواليهم، وكمان يكونوا لبقين وهيقدروا يكونوا مقنعين جدا، يتعاملوا بمنطق وبموضوعية ويعرفوا يأثروا في الآخرين.